الحقيقة رجعتوني 40 سنة لورا اليوم، بس قدمتوا القوات ولبنان 400 سنة لقدام إذا الله راد. يمكن أكترية الناس بيفضلوا الكلام بالمشكلات الحاضرة الآنية اللي عم نعيشها بالوقت الحاضر، وما في شك لازم نتناول هالمشكلات تنقدر نحلها، بس الأهم من هالمشكلات هي الأسباب الكامنة وراءها. ظواهر الأزمة اللبنانية كتيرة ومتعددة، عشناها بمراحل كتيرة، هلأ عم نعيش بعض جوانبها. هي ظواهر الأزمة، كل اللي عم نشوفه على المستوى السياسي ظواهر للأزمة. بالحقيقة في أسباب كامنة، أسباب اجتماعية سياسية تاريخية. أكاديمية الفكر ومكتب الإعداد الدراسي بالقوات اللبنانية بالاحتفال اللي عملوا اليوم، بالشغل يلي صار له من سنة وسنتين لهلأ عم بيشتغلوا، هو تيتناول جانب من الأسباب الكامنة وراء كل الأحداث أو كتير من الأحداث اللي عم نشوفها بلبنان. من الأسباب الكامنة بلبنان طبعاً في التركيبة اللبنانية، في 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 كتير أسباب، بس جانب من هالأسباب له علاقة بعدم اكتمال الوعي السياسي بمجتمعنا. مثلاً اليوم إذا بنسمع حيالله إذاعة أو بنشوف كتار من توك شوات على التلفزيونات أو غيرها من وسائل الإعلام، أنا وقت بسمع مثلا بيكونوا الناس عم بيستفتوا الناس او عم بيسالوهم، كثير من الناس مثلا شو بيقولوا؟ بيوصفوا الازمه كلها سوا، ونحن الوضع اللي نحن فيه والصعوبات اللي عم نعيشها الى اخره، وبيروحوا تيهاجموا مين؟ بيهاجموا سياسيين، هاو سياسيين كذا، هاو سياسيين، صفتوا نعتهم هاو سياسيين، هالطبقه السياسيه، هالكذا، بالوقت يلي اذا حيالله حدا منا بيتوقف شوي صغير بيلاقي ما في سياسي موجود بلبنان الا ما في وراه حدا، الا ما في وراه مجموعه شعبيه. نحن بلبنان ما في سياسي اجى انطلاقا من انقلاب عسكري معين، كل السياسيين الموجودين انطلاقا من قوى شعبيه معينه عم تأيده، وبالتالي مجموع السياسيين الموجودين هن كنايه عن خيار مجموع الشعب اللبناني الموجود. اللي منا بده ينتقد سياسي قبل ما ينتقده، قبل ما يحكي عن كل السياسيين، من المفترض على انه يصحح خياراته السياسيه. هي على سبيل المثال للحصر، وانا بحب بهالمناسبه قول لكل مواطن لبناني انه التغيير الفعلي بايده هو. نحن صراحة كل فترة من الفترات عنا انتخابات، وبأسوأ الحالات كانت تصير انتخابات، والانتخابات بأسوأ الحالات كانت تكون جدية بلبنان. يمكن بالمنطقة ككل هلا عم ببلش يصير في انتخابات، بعدها وقت تصير جدية بلبنان، صار لها عشرات من السنين انتخابات جدية. تأكدوا تمام الحلم اللي بدكم اياه بايدكم تحقيقه، بس اللهم تعرفوا تختاروا بالانتخابات النيابية. من أسباب الكامنة وراء المشكلة عنا 3-4 نقاط، بدي أتطرق لنقطتين ثلاثة منهم. واحدة من النقاط الأساسية بالعمل السياسي على مستوى المجتمع هي زبائنية سياسية. بتلاقوا في بعض الناس بيختاروا زعيم معين أو حزب معين أو شخص معين أو سياسي معين مجرد لأنه بيأمن لهم خدمات معينة. طيب يا أخوان، وقت الواحد منا بده يتصرف بهالشكل، كيف ما بدها تطلع النتائج مثل ما عم تطلع بالوقت الحاضر؟ وبالتالي موضوع الزبائنية السياسية مفترض يكون برأس اهتماماتنا وبرنامجنا الفكري لهالدورة ولكل الدورات. أنا برأيي إذا بنخلص من الزبائنية السياسية، الطبقة السياسية بتتجدد لوحدها. نقطة تانية كتير مهمة، العشائرية والقبلية. بصير في ترشيح عن انتخابات، في كتار ناس بيصوتوا لأنه فلان من عائلتهم فقط لغير. بيقول لك أنا بصوت سمير جعجع لأنه سمير جعجع ابن عائلتي ورفع رأس العائلة. يعني يمكن يكون رافع راس العائله بس موطى راس كل لبنان بيصوت له لانه رافع راس العائله او الضيعه او المنطقه اللي هو منها. وبالتالي هاي نقطه تانية، وانا ما بخفيكم من خلال عملنا، لانه نحن موجودين بكل المناطق اللبنانيه، كل يوم عم نتواجه بوقائع من هالوقائع هيدي عم تصعب لنا شغلنا بدرجات كتير كبيره، طبعا نحن عم نتخطاها. ونقطه ثالثه كتير مهمه هي التحجر الحزبي بلبنان. كل مواطن منا له حق يختار الحزب او الشخصيه القياديه يلي بيلاقيها مناسبه هو له. بس اللي بيصير من بعد ما حدا منا يختار حزب معين او شخصيه قياديه معينه، ما بيعود يشوف شو عم تعمل هالشخصيه القياديه. بالرغم من انه بتفشل
او كل اللي حكيته ما بتنفذ منه شيء، او بيطلع الحكي اللي حكوه كناية عن دعاية سياسية لا اكثر ولا اقل، ما بيعود هالشخص يغير عن الخيار اللي عمله بالاساس، لانه بيعتبر وكانه انه خياره هو اذا تبين فاشل بيطلع انه هو فاشل، وبالتالي بصير هيك متحجر انه انا تنفترض انا شو بنسميها قوتي بضل قوتي، شو ما عملت القوات بضل قوات خلاص، ما بقعد بتطلع، ما بقعد بشوف، ما بقعد بستعرض، ما بقعد بشوف اذا القوات حكيت يا خيي مثلا بالاصلاح للدنيا وبنهايه المطاف جابت وزراء طلعوا افسد وزراء، ما بتطلع ابدا. ما بقعد بتطلع اذا القوات نادت ضلت كل عمرها تنادي بسياده لبنان، ووقت من الاوقات صارت اكثر شيء عم يدعوسوا على سيادته او متحالفه مع اطراف عم يدعوسوا على سيادته، وبالتالي هالتحجر هذا بالانتماء الحزبي عم بيضر كثير بالبلد. وبالتالي عندنا مجموعه ثغرات على مستوى استكمال وعينا السياسي كثير مهم ان نتطرق لها. انا اذا مبسوط اليوم مش لانه عم بيتخرج مجموعه جديده من الشباب والصبايا من اكاديميه سياسيه بتحضير من مكتب الاعداد الفكري بمصلحه الطلاب، مش مجرد هاي، بس لانه هاي خطوه اولى. انا بفترض انه انتم اليوم كشباب وصبايا ما رح تحتفظوا بهالثقافه السياسيه اللي اخذتوها لحالكم، رح تنطلقوا من هونيك. هلا انا برايي رح يبلش دوركم، انتم عليكم مسؤوليه تنطلقوا على المجتمع، بتبلشوا بستكم وجدكم وبيكم وامكم قرايبينكم خالاتكم عماتكم عمومتكم كل الناس اللي حواليكم، بتصيروا تنتشروا شوي شوي مشان تنجرب نحط سطر جديد على طريق الوعي السياسي بمجتمعنا. اذا ما بدنا نتوصل يصير عندنا وعي سياسي بحدود المقبول، خليني اقول بالمجتمع ككل، ما راح نتوصل يصير عندنا طبقه سياسيه مثل ما بنحلم فيها، وما راح نتوصل نحقق الاحلام الموجوده باذهاننا. بخلص من هالجانب تأحكي عنا كقوات، كل عمرنا حتى من اول لحظه اللي نشات فيها القوات كانت على طول عم تشتغل ببعدين، على طول اذا بدكم بالتعبير اللبناني عم بتواجه على جبهتين. اول جبهه جبهه الاحداث السياسيه طبعا بالوقت الحاضر عم بتوكبها، والجبهه الثانيه هي جبهه تحسين العمل السياسي بالمجتمع ككل. من هالمنطلق ما فيكم تتصوروا قديش صرفنا وقت ووقت ووقت، ايام واسابيع ساعات واشهر وسنين مثلا توصلنا للنظام الداخلي. صراحه ما كان حدا لحقنا بالعصا مشان نعمل نظام داخلي للقوات اللبنانيه، بس نحن عملنا نظام الداخلي بالرغم من كل الجهد يلي اخذوا هالنظام الداخلي ويلي عملناه بالوقت يلي كنا عم نتعرض وعم يتعرض للبلد لمجموعه تفجيرات، مجموعه اغتيالات سياسيه بعدنا الحديث هلا عم نتعرض لها. حطينا كل هالجهد لانه بقدر ما مهم نواكب الاحداث نواجه الاحداث الحاليه، بقدر ما مهم نبني للمستقبل. ما فيها نبني للمستقبل الا بهالطريقه. مشان هيك حط كل المواجهات السياسيه يلي قامت فيها القوات من 8 سنين لهلا انكبت على البناء الداخلي، صار عندنا نظام داخلي، هيكلياتنا التنظيمية عم تستكمل أكثر وأكثر، أكثر من هيك فتحنا باب الانتساب. ما فيكم تتصوروا شو هالنقل النوعية بين تيار وناس بأيدوا حزب معين، بين إنك تيجي تجرب تقطرهم من خلال عملية انتسابات، يصيروا قواعد واضحين المعالم، ملتزمين بشكل مش بس عاطفي وقانوني وفكري وعلى أسس واضحة جدا. كل هالعملية عملناها لأنه عطول عنا المواجهة على جبهتين، بدي منكم تضلوا متذكرين إنه عطول رح يضل عنا المواجهة على جبهتين، لأنه الإصلاح الداخلي ما بينتهي عند حدود معينة، وطبعاً الأحداث الخارجية ما رح تنتهي عند حدود معينة. بنقل من هون تأطرق نتفة صغيرة للوضع العام. اليوم معكم بدي أطرق لنقطتين أساسيتين بالوضع العام. أول نقطة هي أحداث يلي التفجيرات يلي صارت بطرابلس. صارت تفجيرات بكتير مناطق لبنانية، بس أنا عم توقف عند هالتفجيرين لأنه صار في تطورات بخصوصهم، ما فينا نضل واقفين موقف متفرج من نتائج هالتطورات. تبين من بعد ما صارت التحقيقات على أنه الشبكة، أول شيء انلقطت الشبكة، قسم من الشبكة يلي نفذت التفجيرين، واعترفوا أعضاءها، حتى اعترفوا بالتفاصيل منين استلموا السيارات يلي جابوها حطوها قدام المساجد بطرابلس، على أي طريق جابوها، مين ساعدهم على هالطرقات، وين ركنون، وبعدين كيف نقلون على مسرح الجريمة. قسم من الشبكة معتقل بالوقت الحاضر موقوف، والقسم الآخر بعده فار. المعلومات شعبة المعلومات هي اللي حصلت عليهم بالدرجة الأولى،
وفيما بعد اجى مفوض الحكومه لدى المحكمه العسكريه، اطلع على المعلومات، شاف هو حقق مع المتهمين، وعلى اثره اصدر مذكرات توقيف وجهيه وغيابيه بحقهم، وحول الموقفين الى قاضي التحقيق في المحكمه العسكريه. وبالتالي هون صار عندنا حقائق قضائيه، لانه في البعض عم بيجربوا يشوشوا على هالناحيه هي بالذات، انه ما هيدا هي شبكه المعلومات، هي مفبركه المعلومات، ما المعلومات بكافه الاحوال من 8 سنين لحديث هلا ولا يوم من الايام تبين على انه شبكه المعلومات بتفبرك معلومات، تبين على انه مطبخهم هن الاعلاميه هي اللي بتفبرك معلومات. لكن صارت حقيقه انه اجهزه المخابرات النظام السوري هي اللي ورا التفجيرين اللي صاروا بطرابلس، هيدي صارت واقعه، يعني ما في مجال للبحث فيها. بربطها دغري بعمليه سماح المملوك يلي كمان صارت حقيقه ما في مجال حدا يهرب منها، يعني شخص من مستوى الوزير سماحه انه ينلقى جيب متفجرات، الوقائع كلها موجوده، ما في مجال يعني لنكرانه او محاوله تهرب منها. وبالتالي اقله يعني بظرف تقريبا اكثر شوي من سنه صار ملقوط عمليتين ارهابيتين بكل معنى الكلمه، وراهن يقف النظام السوري مباشره بأجهزة مخابرات وبضباط معينين ومسميين، مع ميشيل سماحة معروف علي المملوك بهالعملية بعد تحقيقات ما نشرت تنشوف مين الضابط السوري بالضبط يلي بيوقف وراها. يقف النظام السوري وراء عمليات التفجير يلي بطرابلس أدت لحسن الحظ، أول عملية ما تنفذت وبالتالي ما أدت إلى ضحايا، تاني عملية أدت إلى 50 قتيل بارح بقال من شهر متذكر، مئات من الجرحى، وطبعا الأضرار المادية والنفسية يلي بتعرفوها. طيب ما بتستغربوا انه تجاه هيك وقائع ما حدا عمل شيء؟ بس انا السؤال بساله، اذا انا مواطن لبناني وشفت صار علي او قرايبيني او على مدينتي، وكلنا سوا طرابلس مدينتنا مثل ما بيروت مدينتنا، مثل ما صيدا مدينتنا، مثل ما بشري وزحله ودير الاحمر والنبطيه وجزين مدننا. أوقات قد ما الإنسان بيتعود على ظروف الصعبة يعني بيوصل يمكن لحد، كنت اسمحوا لي بهالكلمة، حد الخنوع. خي ما قام حدا فكر إنه هذا النظام السوري بتقريبا فترة سنة صار عامل عمليتين إرهابيتين على مجموعات لبنانية، على شعوب لبنانية، على مدن لبنانية، على قرى لبنانية، على ناس لبنانيين. وحدة ما زبطت معه والتاني زبطت معه، روحت 50 قتيل ومئات من الجرحى. انه هذا النظام السوري عمل هيك بعد ما في موقف من حدا؟ مثلا شو كان موقف الدولة اللبنانية الرسمية من كل هالوقائع؟ ماشي، عن جد ماشي. شو موقفها هلا عم بحكي انا وياكم؟ ماشي، كأنه ما صار شيء، ومكفى الشغل بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وكأنه شيئا لم يكن. طيب خي كيف المواطن اللبناني ممكن يكون عنده أي ثقة بقى أنه هو عايش بظل دولة وقت اللي بيشوف وقائع واقعات مثل هالواقعة هيدي؟ طيب مش أقله من الحق كنا نطلب أنه على القليل الحكومة اللبنانية تسحب السفير اللبناني الموجود بدمشق وتبعت السفير السوري الموجود ببيروت؟ طيب أقله مش حقنا نطلب على أنه الحكومة اللبنانية تبعت كتب إلى جامعة الدول العربية إلا أنه عم تتعرض هيدا اعتداء؟ يعني أنا بدي أسألكم، لو إجت إسرائيل عملت غارة وروحت 50 لبناني، ما كان في خطوات لازم نعملها؟ طب إذا إجت سوريا وعملت هيك، إنه شو ضرب الحبيب زبيب؟ إنه ما على شيء، إنه فين يروحوا قتلى يحطوا سيارات مفخخة؟ بتأسف على إنه كل هودي مرقوا، مش بس إنه السلطات الرسمية ما عملت شيء، والحقيقة ما حدا سأل السلطات الرسمية إنه إذا عملت ولا ما عملت، وكأنه تعودنا على إنه نعيش بلا دولة. نحن ولا بأي وقت من الأوقات رح نتعود نعيش بلا دولة، بدنا على طول نعيش بدولة موجودة. وقت الدولة هي بتتخلف عن نفسها بدنا نحن نوعيها على نفسها، وبالتالي المطلوب بالوقت الحاضر ولو مع بعض التأخير أن تقوم الدولة اللبنانية والسلطات الرسمية المسؤولة بكل هالخطوات. أجهزة المخابرات السورية عاملين عملية رايح فيها 50 قتيل لبناني، وبعض أجهزة المخابرات اللبنانية بالأحضان هني وأجهزة المخابرات السورية. كيف يعني كيف هاي بدنا نفسرها؟ بأي منطق؟ كيف بدنا نقبلها؟ يعني كيف بدنا نترجمها؟ شو بدنا نقول للناس؟ شو الناس بدهم يقولوا لبعضهم؟ أجهزة المخابرات اللبنانية هي ليش؟ لمصلحة مين عم تشتغل؟ ما
أنه يكون أجهزة المخابرات السورية عم تعمل عمليات على الشعب اللبناني، وبعض أجهزة المخابرات اللبنانية هن وياهم كل يوم بيتبادلوا معلومات، يا ريت معلومات ومصالح وخدمات. وبالتالي على السلطات الرسمية اللبنانية أن تعيد النظر بكل العلاقات الأمنية الموجودة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية وبين أجهزة المخابرات السورية. بنقل على جانب آخر من المشكلة، هو الجانب السياسي مش الجانب الرسمي. سوريا عندها حلفاء بلبنان. طيب شو موقف حلفاء سوريا بلبنان من عمليات التفجير يلي تبين انه النظام السوري بيقف وراها؟ ما موقفون شيء، ما كأنه صار شيء. حلفاء سوريا بعدهم حلفاء سوريا. طيب يخي الشعب اللبناني كيف بده يفكر ببعضه وبحاله بهالوقت، بالوقت يلي اوكي سوريا النظام السوري بيعمل عمليات بيقتل فيها اللبنانيين وبعض اللبنانيين الاخرين متحالفين، لبل اكثر من هيك عم بيقتلوا دفاع عن النظام السوري بقلب سوريا، عنيد بهم مقاتلي حزب الله. طب المواطن اللبناني الثاني هلا شو بده يقول؟ على طول بسمع انا خطابات وكلمات بتقول اهم شيء الفتنه وان لا تحصل فتنه. اهم شيء ما تحدد تحصل فتنه، لانه يعني اكيد اهم شيء ما تحصل فتنه، بس الفتنه ما بتحصل بدون ما شيء بتحصل، بيكون بصير في اجواء وتراكمات واحد ورا الثاني ورا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. اليوم هيدي المقاومه يلي عم نحكى عنها من 10 15 سنه، يعني نحن ولا بلحظه من اللحظات صدقنا انه هيدي مقاومه يلي المقاتلين تبعها عم بيقتلوا الى جانب النظام السوري اللي عم يبعث سيارات تتفجر بالمدن اللبنانيه وتنزل قتلى اللبنانيين. هاي المقاومه يلي بسبيل الشعب اللبناني للدفاع عن الشعب اللبناني، كيف بعد بده اي حدا منا يصدق؟ نحن صراحه ولا باي وقت من الاوقات صدقنا، بس البعض كانوا مصدقين. هالبعض اللي كانوا مصدقين هلا بده يطرح عليهم السؤال. وبالتالي المطلوب بابسط منطق على انه حلفاء سوريا في لبنان ان يعيدوا قراءه تحالفهم مع سوريا، مع النظام السوري بالاحرى، لانه سوريا هلا مثل ما شايفين مع النظام السوري، وان ياخذوا المواقف يلي بتمليها بيمليها عليهم ضميرهم الوطني ولو بالحد الادنى. واخيرا مش عم بستعرض انا هالواقع كله سوا تقول انه نحن بواقع مزري وبس. لا، ما في واقع، ما في مشكله الا ما لها حل. هالواقع المزري في حل منه. الحل له هالواقع المزري هو انه نرجع نحيي المواقع الدستوريه. ب 23 سنه الاخيره يعني من وقت اتفاق الطائف لهلا جرت العاده على ان نستعيد بالمواقع الدستوريه بسلطه الوصايه. وبالتالي اجى الوقت على انه لا، المواقع الدستوريه هي تستعيد صلاحيتها، هي تستعيد مسؤوليتها وتصير هي مسؤوله عن الشعب اللبناني. فخامة رئيس الجمهورية آخر 7-8 أشهر هذا اللي عم يجرب يعمله، بس طبعا الطريق قدامنا طويل. بالوقت الحاضر عندنا خطوة أساسية لا مفر منها، وهالخطوة لازم نعملها انطلاقا من هالمشاهدة العينية، ولازم نعملها بهالاتجاه هي تشكيل حكومة. اليوم نحن بأمس الحاجة، وهي بتكون أول خطوة نحو الخلاص من الوضع الحالي القائم. أول خطوة المطلوبة مش تشكيل حكومات أبو ملحمية على نسق ما يطرح في الوقت الحاضر. بيقوموا البعض بصيروا يقولوا لن تتشكل حكومة في لبنان إلا إذا كانت 9-6-9. نحن بنقول لهم بلا تتشكل، لأنه مش حضرتك بتشكل الحكومة، اللي بشكل الحكومة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بس صار بدها والدستور عاطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هالحق وما حدا في أشيطونية. وبالتالي صار بدها انه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يشكلوا حكومه مثل ما هن بيلاقوها مناسبه ويبعتوها على مجلس النواب، وخلي الكتل النيابيه بمجلس النيابه هي تتحمل مسؤوليتها. نحن بامس الحاجه هلا لحكومه استقلال فعليه، لحكومه سياده فعليه، لحكومه حريه فعليه، لحكومه تقدر تحمي شعبها. واذا حدا بعت له سياره مفخخه لشعبها، على اي تقول له ما بقى تبعت سيارات مفخخه وترفع شكاوي ان كان قدام جامعة الدول العربيه ولا قدام مجلس الامن الدولي، مش تقعد متفرجه والناس عم بيموتوا على الطرقات. هاي اول خطوه لازم نعملها. الخطوه الثانيه، عندنا انتخابات رئاسه الجمهوريه من المفترض من بعدها غياب طويل، برجع بقول لكم باستثناء على 7-8 أشهر يلي الرئيس سليمان عم بجرب يرجع للمواقع الدستوريه قيمتها وصلاحيتها وعملها الفعلي وجديتها. من المفترض نروح على انتخابات رئاسية جدية. اليوم في مجلس نيابي كل نايب أقل وجباته يروح على انتخابات الرئاسة، حيلا جلسة بعين رئيس المجلس، وفي حال معينة قبل 10 أيام من موعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان على المجلس النيابي أن يلتئم،
وحيالله نايب ما بده يروح على جلسة من جلسات انتخاب الرئاسي بيكون عم بيخون قسمه الدستوري، لأنه واجباته الدستورية يروح على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. الإصلاح بلبنان ببلش من هون بالفعل، مش ببلش بالبعبعة وبالحكي الفاضي. الإصلاح الفعلي بلبنان ببلش بإعادة إحياء المواقع الدستورية ومؤسسات الدولة، ما قلنا خلاص إلا بالمواقع الدستورية الفعلية وبإدارات الدولة ومؤسساتها وبوجود الدولة وفرض هيبتها. دولة بدون هيبة يعني لا دولة. نحن تقريبا هلأ بهالواقع شغلتنا نشتغل تنرجع الهيبة للدولة ونرجع الدولة للبنانيين. أنا بدي أشكر مصلحة الطلاب، بدي أشكر مكتب الأعداد الفكري وكل من ساهم بتخريج هالدفعة من الطلاب والطالبات. قدامكم مهمة كتير كبيرة، أنا بشجعكم عليها. نحن رح نضل مستمرين وإن شاء الله منخرج الدورة 100 بأقرب وقت ممكن. عاشت مصلحة الطلاب، عاشت القوات اللبنانية، عاشت ثورة الأرض. يحيى لبنان.